كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. طبعا اكيد اكيد دابا جو عروض في مصر، ولكن انا واداره العمليه ديالي شفنا انه دابا خصنا نحبسوا التمثيل واحد شويه. خدا الوقت، لان خدا الوقت بزاف، وكنت بسبب اخر تورناج ما قدرتش نخرج الجديد ديالي، فداكشي علاش غنحبسوا واحد شويه، نركز شويه على الغناء اكثر، حيت الغناء نمبر 1 يعني التمثيل كنحبه، ولكن فقط كيبقى في المرتبه الثانيه. كانت تجربة زوينة بزاف. دريسو مهدي، طبعا دريسو مهدي فنانين يعني بالفترة، وكانت تجربة زوينة، وأكيد كنوجه تحية كبيرة لهم، وتحية كبيرة لبشرة مالك اللي هي كانت طبعا سيناريست، اللي هي أول وحدة أمنت بيا، أمنت بالقدرات ديالي، وأمنت أنني نعطي في التمثيل، وباقا كتآمن بيا، وكنشكرها بزاف، وكنقول أن بشرة مالك عندها تميز كبير في الأعمال ديالها. لا، ماشي على ما كتبقاش على شكون الفنان، كتبقى في ان انا واداره اعمالي مقررين ان ما كاينش ديو دابا. طبعا كاين دابا الفردي، منين نهار نقرروا انه كاين ديو مرحبا، ماشي مشكل، سواء اجنبي سواء مغربي، اللي يكون كونتاكت يعني يكون واحد الكيمستري دوز بيناتنا، ويكون يعطي شي، نعطيو شي حاجه زوينه. جديد ان شاء الله غتكون اغنيه من كلمات والحان استاذ رحال وزاني بايقاع الركاده، اكيد عبر كاب 24. كنقول للناس كاملين تبارك الله عليكم وتابعوني، وكنبغيكم بزاف، تيسكاتيين كنحماق عليكم.